سيد علي، أكيد أنتم على دراية بحال المواطن السوداني مما يحدث، وبغض النظر من الذي بدأ أو من الذي افتعل هذه المعارك، كيف تنظرون إلى هذه التقارير وهذه الأحوال للمواطن السوداني، وماذا يمكن أن تفعلوا حيال ذلك؟ والله نحن يؤسفنا جدا إنه مواطن السوداني الحال تصل للشعب السودان بهذه الطريقة، وحقيقة حال مجبرين عليها. نحن مفروض علينا فرض، ونفتكر إنه نحن برضو يعني غير سعيدين في إننا أبناء البلد الواحدة يتقاتلوا مع بعض، وغير سعيدين إنه أصحاب الأجندة الما مقبولة اللي هم اختطفوا الجيش إنه يعملوا لنا معركة مع الجيش. الجيش ده جيش وطني، وجيش نحن بالنسبة لنا تايرات، نحن نحترم جدا الجيش الوطني المهني الحقيقي، وما عندنا فيه مشكلة. لكن الجيش الآن مختطف من فئة قليلة، فئة هي حاولت تسيسه بشكل آخر، وكانت إثنية أو 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 أيديولوجية، وبالتالي طلعت الجيش من محتواه الحقيقي، وبقت إن هي تسوقه لقضايا زي دي. ولذلك نحن يعني بنلقى يعني نكون محرجين جدا في إننا نضيق على شعبنا السوداني، ونضيق على مجتمعنا، ونضيق على مواطننا، ويموتوا أبناء بلدنا. ما بنكون مسرورين بالبيع صدى، ولكن بنفتكر إنه إن شاء الله نهايته حتبدأ يعني خير على الشعب السوداني. الشعب السوداني ان شاء الله حيبقى كله الحقوق والواجبات تاخذ على اساس المواطنه، ما في ثاني جهه تكون هي عندها السيطره او مسلمه مفاصل البلد على حساب جهه اخرى، ولا في مجموعه مؤدلجه ولا غيره هي بتدور البلد زي ما هي دايره. ولذلك نحن نفتكر انه كلنا عاوزين نصل الى نتيجه ايجابيه تصلح الشعب السوداني. نحن ما يهمنا انه الشعب السوداني اولا قبل كل شيء. سيد علي، ما هدفكم من هذا القتال عسكريا؟ احنا والله قلت لك مجبرين على انه هذا القتال، والقتال ده احنا بنفتكر انه احنا ما قاعدين نقاتل شرفاء القوات المسلحه، القوات المسلحه ما في السودان الليله ما بتمنى لبلده انه يكون فيها جيش قوي، جيش قوي موحد. ولذلك احنا بنكون يعني محرجين فينا نقاتل جيشنا، لكن في النهايه جيش احنا بنفتكره مختطف. والسيد القائد قاعد يناشد يقول يا جماعه شرفاء الجيش حقه تطلعوا ويكون عندكم كلمه واحده، انه الجيش ده يبقى جيش القومي نحن كلنا داعمين له بالنسبه لنا. ولكن هدفنا الان احنا انه نصل الى 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 طريقه يعني طرد الشعب السوداني كله، وان طريقه القائد ده في لقاءاته وفي كلامه اللي قاعد يقوله كله واضح بالنسبه للناس من بدايه الثوره دي حتى الان. اي زول سوداني متابع للوضع السوداني بيعرف انه توجه القائد هو شنو وما تتسلم لشنو. نعم. سيد علي، عدد القوات المسلحه السودانيه وعتاد القوات المسلحه السودانيه اضعاف ما يملكه الدعم السريع. كيف يمكن أن تكون هذه المعركة متعادلة أو يسعى الدعم السريع للانتصار فيها إذن؟ والله يا أخي الكريم، اللي هي المعركة معركة عسكرية، وأي قوات هي لها تقديراتها ولها ترتيباتها والقضايا العسكرية لا يمكن أن تنشر على الهواء مباشرة. وبالتالي نحن بنفتكر 11 يوم الآن القوة أثبتت وجودها موجودة، وهذا الدعم السريع ما في جهة تستطيع أنه تقصيها أو في جهة أنه تقول تقصي جهه على صالح جهه. نحن بنفتكر انه كلنا ما نتمناه هو انه الناس تصل لنتيجه ايجابيه تصلح الشعب السوداني وتصلح المواطن السوداني والسودان اللي قدامنا، هدفنا كل السودان. هناك معلومات او تقارير صحفيه تتحدث على ان قوات فاغنر تدعمكم، ما صحه هذه التقارير؟ دي كلها كلمات للاستهلاك وللكلام الاعلام السياسي المضلل. نحن قوات سودانيه منشاه بقانون، نعمل في داخل السودان، ما عندنا اي عندنا علاقات موزونه مع كل المجتمع اللي حولنا والمجتمع الخارجي، وبالتالي ما في اي جهه هي عندها علينا دعمي، ولا نحن بنعمل بمجهودنا الذاتي، بنعمل بامكانيات قواتنا الموجوده، بناها السيد القائد ده من عرب عربه حتى وصلت هذه الامكانيات الكبيره، بناها بناء وطنيه خالصه، وبالتالي من دافع الى مجلس وقضايا الوطن ومن اجل قضايا المواطن السوداني.